اتبعونا احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد في الشريعة الإسلامية. في الدرس الماضي تحدثنا عن الفرق بين الحركات الإسلامية وبين أعمال الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن مجتمعنا اليوم بمقدار ما هو غني بالحركات الإسلامية فهو فقير بنهوض بواجب الدعوة الإسلامية وتبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى إلى الناس. وأوضحنا الفرق بين الأمرين، وأعتقد أن الفرق واضح وينبغي أن لا يلتبس علينا قط. وأذكركم بأنني قلت بأن الدعوة إلى الله لا تتحقق إلا من وجود طرفين، طرف يدعو وطرف آخر يتلقى الدعوة، فاسق، تائه، ضال، جاهل، ملحد. فإذا لم يوجد طرفان، طرف يدعو وطرف يتلقى الدعوة، لا يسمى العمل دعوة. أما الحركات الإسلامية فتنشط ضمن طرف واحد، ضمن دائرة واحدة، وهي دائرة الإسلاميين النشطين المؤمنين بالإسلام المتجهين إلى الرغبة في قيام الدولة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي، فهم طرف واحد يتعاملون مع أنفسهم. وهذه خلاصة الفرق الذي أوضحته بالدرس الماضي. نخلص من هذا الذي قلناه في الأسبوع الماضي إلى أن القيام بأعمال التعريف بالإسلام وعلومه والدعوة إليه هو الركن الأول الأصيل في بنيان الجهاد وشرعته، هو الركن الأول كما أوضحنا وذكرنا. وأي تجاوز لهذا الركن الأول ألا وهو الدعوة إلى الله ونشر رسالة الإسلام بين الناس، أي تجاوز لهذا الركن لا بد أن يلحق خللا كبيرا بمعنى الجهاد القتالي الذي يأتي من بعد. وهذا الذي أقوله ليس تهوينا بأمر الحركات الإسلامية، لا، ولكن أريد أن أوضح أن الحركات الإسلامية لا تغني عن الدعوة إلى الله أبدا. الدعوة إلى الله هي الأساس وهي الأهم، والحركات الإسلامية لها دورها ولها فائدتها ولها وظيفتها، ولكن على أن نعلم أن الحركات الإسلامية تخدم الدعوة إلى الله لا بد أن تكون خادما لأعمال الدعوة. فإذا صمت المسلمون عن محاورة الآخرين وتعريفهم بالإسلام ودعوتهم إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الحركات الإسلامية تفقد عندئذ مزيتها وتفقد عندئذ فائدتها. والآن وقد وصلنا إلى الحديث عن الدعوة إلى الله عز وجل التي هي الركن الأول الأصيل في بنيان الجهاد وشرعته، حان لنا أن نسأل عن طبيعة هذا الركن وشروط هذا الركن. ما هي طبيعة هذا الركن وما هي شروطه؟ أولا، طبيعة هذا الركن أن جهاد الدعوة حكم تبليغي يشمل المسلمين عامة وليس حكما من أحكام الإمامة أو السياسة الشرعية كالجهاد القتالي، وسنشرح هذا الكلام. الجهاد بالدعوة
نشر رسالة الله عز وجل وتعريف الناس بالإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان طبعا، هذا حكم تبليغي وليس من أحكام الإمامة. ما معنى الحكم التبليغي؟ الحكم التبليغي هو الحكم الذي يخاطب الله به عباده فردا فردا فردا، يخاطب بذلك الحكام والناس والرعاية عامة، ولا يتوقف تنفيذ المسلم لهذا الحكم لا على إذن الإمام ولا على تعريف به ولا على موقف منه. فأنت مخاطب بهذا الحكم من قبل الله وهو الحاكم مخاطب أيضا. مثل الصلاة حكم تبليغي، الصوم حكم تبليغي، الزكاة، الحج، النهي عن شرب الخمر، النهي عن الربا، المحرمات، أحكام تبليغية. يعني لم يجعل الله الحكام وسائط بينه وبين الناس أبدا، في حين أن الجهاد القتالي يعني إعلان الحرب على دولة باغية مثلا إنما هو حكم من أحكام الإمامة، أي لا يستطيع الأفراد من عند أنفسهم أن ينهضوا به، لابد أن يقوم به الحاكم، فيكون الحاكم هو الوسيط بين هذا الحكم التشريعي وبين تنفيذه عن طريق الناس. إنهاء الحرب، إعلان الهدنة، حكم من أحكام السياسة الشرعية. ماذا نصنع بالأسرى عندما يقعون تحت أيدي المسلمين؟ من أحكام الإمامة، الإمام هو الذي ينظر في هذا الأمر. وهكذا، أما الدعوة إلى الله، تبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى، وأنا أكرر هذا التعبير، الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله، لأن هذا التعبير القرآني، فهذا حكم تبليغي. أنا يجب أن أقوم بهذا سواء أذن لي الحاكم أم لا، والأمر لا يتوقف كالجهاد القتالي على أن يعلن هو الحرب على تلك الدولة. تعريفي للناس بالإسلام، واجبي، واجبك، واجب الآخر والرابع والخامس. إذا رأيت منكرا تلبس به إنسان يجب أن أقول لصاحب هذا المنكر: هذا منكر، دعه أو ابتعد عنه، ويجب عليك أن تقوله، ولا يتوقف قولي له على إذن الحاكم. هذا معنى قولنا إن جهاد الدعوة إلى الله حكم تبليغيا وليس حكما من أحكام الإمامة أو السياسة الشرعية. قد يقول قائل: إذن والدولة أليست لها وظيفة فيما يتعلق بجهاد الدعوة إلى الله؟ دور الدولة هو الدور التنظيمي فقط، الإشراف. الدولة تشرف على عملية الدعوة إلى الله، دولة المسلمة. فمثلا إذا رأت أن هنالك جهالا يتصدون للدعوة ويتحدثون في أمور لا علم لهم بها، تمنعهم، لأن مهمة الدولة أن تنظم هذا الأمر وأن ترعاه. فلو اندس في مجال الدعوة أناس ليسوا من أهلها توقفه، أو لو أن الدولة رأت أن هنالك من يعبث عن طريق الدعوة بأحكام الإسلام، يحلل الحرام ويحرم الحلال ويعبث يعبث بأحكام الإسلام، الدولة دورها هنا يظهر، تمنع، تشرف، يعني الدولة تشرف فقط على هذا الأمر.
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باللسان حكم تبليغي إذن يجب أن ينهض به الناس كلهم، ويجب أن يخاطب به كل الناس حتى الحكام. فإذا رأى الداعي إلى الله أن فئة من الحكام تلبسوا بمعصية يجب أن يقولوا إن هذه معصية، ويجب أن تقلعوا عنها، وهذا غير جائز. طبعا يكون بالحكمة وبالموعظة الحسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى وهو يأمر سيدنا موسى أن يذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المزية الثانية لجهاد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن هذا الجهاد الدعوي فرض كفاية لا فرض عين. إذا قامت به ثلة من الناس وسدت هذه الثلة حاجة المسلمين فقد سقط الوجوب عن الناس كلهم. والدليل على هذا قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لما قال منكم ومن للتبعيد دل على أن هذا الواجب واجب كفائي. لكن في بعض الأحيان تكون جهالة منتشرة والضلالة عامة، قد لا نكتفي بفئة من الدعاة، عندئذ ينبغي أن تغطى أعمال الدعوة بكل من يستطيعون أن ينهضوا بها، يعني المسألة حسب الحاجة. فإذا كان جزء من المسلمين يكفي قيامهم بواجب الدعوة لسد هذه الثغرة فللحاكم أو لولي أمر المسلمين أن يمنع الآخرين كأن يوظفهم بأمر أهم. قام العدد الكبير بواجب الدعوة إلى الله ورأينا أن عملهم كاف واف في القرى وفي المدن وعلى كل المستويات، هل للدولة والحاكم المسلم أن يمنع الباقين وقد سقط الواجب من هذا الأمر؟ نعم له، لكن على أن يتخير للدعوة الأكفأ فالأكفأ، وعندئذ يكون الآخرون الذين نكفيهم هذه المؤونة يقفون في الدرج الثالث من القدرة على الدعوة. يعني عندما نجد أن مجتمعنا فيه 5000 شخص ممكن أن يقوموا بالدعوة ويكفينا 2000 يجب على الدولة أن تتخير من هؤلاء 5000 2000 من أفضل ما يمكن أن يكونوا، وعندئذ لها أن تمنع الآخرين. لكن لا يجوز أن تتخير الضعيف وتترك القوي، لا هذا غير جائز. فإذا قام البعض بواجب الدعوة إلى الله وسدوا مسدا كافيا وأمر الحاكم الآخرين أن ينصرفوا إلى مهام أخرى فعليهم أن ينصرفوا وأن يخضعوا لأمر الدولة، ذلك لأن استجابة الرعية لأمر الحاكم واجب ودخول هؤلاء في أمر الدعوة أصبح سنة، لأن العدد الذين قاموا بهذا الواجب يكفون كافون، الذين جاءوا من بعد نزل الحكم بالنسبة لهم إلى درجة السنة ولم يعد واجبا. هذا الكلام ذكر ما في معناه وأوضحه الإمام الماوردي في كتاب له اسمه الأحكام السلطانية، قال وأما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتيا فعلى كل منهم زاجر من نفسه أن لا يتصدى لما ليس له بأهل فيضل به المستهدي
ويزل به المسترشد. وقد جاء في الأثر أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وللسلطان فيهم من النظر ما يجبه الاختيار من إقرار أو إنكار. ينبغي أن يلاحظ في ذلك مصلحة الإسلام، يمنع التائه والضال والجاهل، يقول ليس هذا من شأنك. فإذا كانوا جميعا قادرين ولكن العدد كبير، يتخير الإمام منهم أقدرهم وأخلصهم في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المزية الثالثة للجهاد الدعوي باللسان كما قلنا، وهو الركن الأصيل الأساسي في الجهاد، المزية الثالثة أن جهاد الدعوة هذا إنما يقوم على النصيحة الطوعية لا على الأمر القسري. هذه المزية أيضا من أهم المزايا التي ينبغي أن نعلمها. الدعوة إلى الله عز وجل أيها الإخوة نوع من التعاون، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالداعي إلى الله عز وجل يتعامل مع سائر إخوانه لتعريفهم بالإسلام ولدعوتهم إلى الله ولتحذيرهم من الغواية والضلال، أي لتنبيههم إلى أنهم مكلفون وأن الله خاطبهم وحملهم مهام في هذه الحياة الدنيا. طيب، أنا عندما أذكر الفاسقين في الشارع والتائهين والضالين هنا وهناك بأن يخضعوا لسلطان الله وأن يعلموا أنهم مكلفون اليوم في هذه الحياة الدنيا وأن الله غدا سيحاسبهم، التكليف قلنا يكون متى؟ عندما يكون الإنسان مختارا. لا تنسوا الشيء الذي ذكرناه، هذه دروس علمية ما ينبغي أن ننسى اليوم ما ذكرناه بالأمس. قلنا التكليف إنما يستنبط في تربة الاختيار، حيثما كان الإنسان مختارا قادرا على أن يتخذ قرارا يصبح مكلف، حيثما ذهب الاختيار وأصبح ملجأ مضطرا مكرها غاب التكليف. طيب، فأنا عندما أدعو الناس إلى أن ينصاعوا لتكليف الله، أدعوهم قصرا أم اختيارا؟ اختيارا، لأن التكليف لا يمكن أن يستجيب له الإنسان بحيث يقال إنه أصبح مطيعا لله، أصبح ملبيا لأوامر الله. لا يقال إنه أصبح مطيعا لله إلا إذا أطاع الله عن اختيار. أجل، فأنا عندما أدعو هؤلاء الناس إلى الله أدعوهم إلى أن يطيعوا الله باختيارهم، أدعوهم إلى أن يبتعدوا عن الشر باختيارهم، أدعوهم إلى أن يترفعوا عن المعاصي باختيارهم، وأن يعانقوا أوامر الله أيضا باختيارهم. تلك هي مهمة الدعوة، وهكذا يكون الإنسان داعيا. إذن فالدعوة فعلا إلى الله عز وجل إنما تكون عن طريق حمل الناس على الاستقامة باختيارهم، عن طريق حمل الناس على الابتعاد عن المعاصي باختيارهم. هذا الكلام الذي نقوله هل فيه ريب؟ هل فيه شك؟ نسمع قول الله عز وجل في هذا لكي لا نعلم أن هذا لا خلاف فيه. انظروا إلى هذه الآيات التي يخاطبنا الله عز وجل فيها ويعرفنا بأدب من أهم آداب الدعوة، ألا وهو أدب الدعوة الطوعية. أدعوكم إلى الله كما أدعوكم الآن، وكما يدعو الواحد منكم صديقه، صاحبه، زميله في الجامعة، في المدرسة. نعم،
ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله، أي لا أنت، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا، أي نحن، حسابهم. طيب، انظروا إلى هذه الآية الأخرى في قوله عز وجل فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. إذا أعرضوا عن كلامك حسب، أنت لست مكلفا بأن تلاحقهم وأن تجبرهم، إن عليك يعني ما عليك إلا البلاغ. كلام واضح. اسمعوا إلى هذه الآية الأخرى وإما نرينك، أي إذا أريناك، إما إذا، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. سواء أريناك ما نتوعدهم به من عذاب أو توفيناك قبل العذاب الذي يأتيهم، على كل رسالتك معروفة، مهمتك محدودة، عليك أنت البلاغ وعلينا نحن الحساب. كذلك كلام واضح. من هذا القبيل أيضا قول الله عز وجل فإن توليتم، يعني إن أبيتم دعوة رسول الله لكم، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. لاحظوا أيها الإخوة هذه الآيات، وهنالك آيات أخرى كثيرة، وكثيرا منها نزل في المدينة. قد يقول قائل هذه الآيات نزلت قبل مشروعية الجهاد القتالي، لا، كثير جدا من هذه الآيات نزل في المدينة المنورة وقبل قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات نجد أن صداها قد ظهر في سلوك رسول الله وأصحابه، نجد أن نتائجها تجلت في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدعون ويعلمون ويأمرون وينهون عند حدود الدعوة الطوعية إلى الله عز وجل. روى ابن أبي حاتم بسنده عن عمر بن الخطاب أنه كان له غلام يسمى أسبق، وكان نصرانيا، غلام يعني يخدم سيدنا عمر، فكان يقول أسبق بعد وفاة عمر، يقول كان يعرض علي الإسلام فآبى أرفض، وكان يقول لي لا إكراه في الدين، يعني يدعوني، فإذا قلت له لا سكت وصلى نفسه بقول الله تعالى لا إكراه في الدين، ويعود بعد ذلك فيقول له يا أسبق لو أسلمت لاستعنا بك في بعض أمور المسلمين. شوف الكلام الطوعي، يقول له، يجب أن يقول له، يدعوه، يجب أن يدعوه. كان يرفض، طيب ترفض ترفض لا إكراه في الدين، برجع بيقول لي ترى والله لو أنك كنت مسلم كنا كلفناك ببعض أمور للمسلمين، بس هلا ما نقدر نكلفك فيها. أيضا روى زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز لم تكن قد أسلمت بقيت على دين آبائها وأجدادها، أسلمي، أسلمي أيتها العجوز، تسلمي، أي أسلمي، تسلمين من سخط الله سبحانه وتعالى، إن الله بعث محمدا بالحق. فكانت تقول له أنا عجوز كبيرة والموت قريب مني، فكان يسكت عمر ويقول اللهم اشهد، ثم يتلو قول الله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذه امرأة مشركة. نعم، لاحظوا عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى الله وينشرون الدعوة
ولكنهم يقفون عند هذا الأدب الذي نبهنا إليه كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، ما الذي يشكل على هذا الكلام الذي شرحناه؟ وهو أن الدعوة إلى الله تكون بالإبلاغ الطوعي لا بالقصر والإلزام. يشكل على هذا حديث معروف وصحيح، هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الكلام بحسب الظاهر يتعارض مع الشيء الذي أوضحنا. أولا، هذا الحديث حديث موجود في البخاري وموجود في مسلم، وإن قال عنه بعض المحدثين إنه حديث غريب، وليس معنى كونه غريبا يعني ضعيف، لا، الحديث صحيح، قد يكون غريبا والغريب قد يكون صحيحا، لكنه غريب، وقل غريب ما روى راو فقط، وقد يكون راوية عدلا ضابطا، كل الشروط موجودة فيه. قالوا إن الإمام أحمد لم يرويه في مسنده، وهذا لا ضير فيه. المهم أن في الناس من شكك في صحة هذا الحديث، ولكن لا سبيل إلى تضعيف هذا الحديث. الحديث موجود في الشيخين، والحديث شروط الصحة كلها متوفرة فيه، ولقد ذكر ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري خلاصة هذا الكلام الذي أقوله لكم. طيب، إذن فكيف نفهم هذا الحديث؟ على ضوء الشيء الذي قلناه الآن، وعلى ضوء قول الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الجواب أيها الإخوة، قبل كل شيء أريد أن أضعكم أمام صورة مختصرة عن آراء الفقهاء هنا. عندما تجد مشكلة يظهر الخلاف بين الفقهاء، هنالك ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو أضعفها وأقلها اعتمادا، أن دعوة الناس إلى الإسلام عن طواعية كما قلنا الآن كانت في صدر الإسلام، ولكن لما نزلت آية السيف: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، نسخت الدعوة عن طواعية، وأصبح من الواجب الدعوة إلى الله بالإلزام. ودليل ذلك هذا الحديث، إلى جانب قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. إذن هذا الرأي وهو أضعف الآراء يقول إن الدعوة الطوعية بمقتضى هذه الآيات نسخت، يعني كل الآيات نسخت: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وغير ذلك، لا إكراه في الدين. قالوا كل هذا نسخ، وأصبح الدعوة إلى الله مقرونة بالإجبار. هذا الرأي الأول. طيب، سنعود لنتبين ولنناقش الآراء. الرأي الثاني، وبه قال أكثر الفقهاء والمفسرين، قالوا إن حكم الدعوة وليست منسوخة بشكل من الأشكال. طيب، والحديث أمرت أن أقاتل الناس، هنا انقسم هذا الجمهور إلى قسمين: الذين قالوا إن الحكم باق والدعوة ينبغي أن تبقى كما كانت طوعية، وهذه الآيات محكمة وليست منسوخة. هذا الجمهور انقسموا في موقفهم من حديث رسول الله أمرت أن أقاتل الناس إلى قسمين. القسم الأول ماذا قالوا؟
وهم الأقل. قالوا كلام الرسول أمرت أن أقاتل الناس، يعني الوثنيين، الوثنيين فقط يجب أن أقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أجبرهم إجبارا. أما أهل الكتاب فيبقى أمر دعوتهم كما كان طوعية، لا نلزم أحدا. إذن فريق من الجمهور أصحاب الرأي الثاني قالوا حديث رسول الله أمرت أن أقاتل الناس، كلمة الناس ليست على عمومها، المراد بالناس من؟ الوثنيون، هم الذين نجبرهم إجبارا. الرأي الثاني وهو الرأي الأغلب والأرجح والذي اعتمده الكثير من فقهاء هذا الرأي الثاني، قالوا لا، بل إن كلمة أمرت أن أقاتل الناس على عمومها وليست خاصة بالوثنيين دون أهل الكتاب، وحكم الدعوة إلى الله طواعية أيضا باق وليس منسوخا. طيب كيف لك أن ننسق الدعوة إلى الله بالطوع دون الإكراه مستمر؟ نعم. والحديث أمرت أن أقاتل الناس كل الناس، طيب صار في تناقض. قالوا لا، لا تناقض في هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل ولم يقل أمرت أن أقتل. وفرق كبير بين كلمة أمرت أن أقتل وأمرت أن أقاتل. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لكان هذا دليلا قاطعا على أن هذا الحديث نسخ الحكم السابق، ما عاد نقدر ندعو الناس طواعية، بدنا نجبرهم بأسر، كل الآيات انتسخت. لكن النبي شو قال؟ أمرت أن أقاتل الناس. طيب وكلمة أقاتل الناس تختلف كل الاختلاف عن كلمة أقتل. طيب ما الفرق هنا أيها الإخوة؟ المسألة تتعلق بقواعد اللغة العربية، وحتى الذين لم يدرسوا القواعد العربية سيفهمون كلامي بكل سهولة إن شاء الله. قالت العرب إن وزن فاعل يفاعل دائما يأتي للمشاركة، قاوم فلانا اللصة، يعني اثنيناتهم وقفوا بشبابهم البعض، قاتل فلانا فلانا، يعني اشترك في المدافعة. نعم، فوزن فاعل للاشتراك. تقول فلان قتل فلانا، يعني إذا بدأ واتجه إليه وهو غير متنبه فجاءه فقتله، تقول قتل. وتقول فلان قاتل اللص، يعني بدأ اللص بالعدوان وداهمه فوقف صاحب الدار في وجهه وقابل عدوانا بعدوان. نعم، ودائما المقاوم المقاتل هو الرجل الثاني فيما يتعلق بالعدوان، يعني البادئ يقال عنه مقبل على القتل، والثاني يقال عنه مقبل على المقاتلة. هذا كلام عربي مبين، وهو شيء يذكره علماء اللغة العربية، هذا كلام موجود في لسان العرب وموجود في شرح القاموس وموجود في كتاب أساس البلاغة للزمخشري، هذا شيء معروف. أنا عندما أقول والله لأقاتلن هؤلاء على ممتلكاتي، لأقاتلنهم على ممتلكاتي، ماذا تعمل كلمة؟ يعني أنا جالس على ممتلكاتي أحرسها، فإذا رأيت من جاء ليعتدي علي وليستند إلى قوته في استلاب ممتلكاتي ماذا سأصنع؟
سأقابل عدوانه بعدوان. هذا معنى قولك لأقاتلنه على ممتلكاتي. لا تقول لأقتلنه على ممتلكاتي، لم تركز الشغلة، تقول لأقاتلنه على ممتلكاتي. وانظروا إلى هذا المعنى كيف يتجلى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية. في صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام كان متجها مع صلة كبيرة من أصحابه إلى مكة للعمرة مسالمين. سمعت قريش بمقدم رسول الله فخرجوا وأبلغوه أنهم صادوه عن المسجد الحرام. وقامت مفاوضات كما تعلمون بين رسول الله والمشركين. جاء بديل بن ورقاء مشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض عليه رسول الله المسالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المشركين أو إن قريشا قد أنهكتها الحرب، فلو جنوا واستراحوا. يعني قريش أنهكتها الحرب، خلينا نستريحوا يغمدوا سيوفهم، نحن كمان منسالم بعضنا البعض ونركن إلى الحوار. أنا هذه دعوتي. ثم قال: فإنهم أبوا. إنهم أبوا ماذا؟ المسالمة، ورفضوا إلا القتال. فإنهم أبوا فوالله لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. شوفوا كلمة لأقاتلنهم أين نزلت؟ في مكانها. أنا ما بدي القتال، معنا خلينا نستريح من القتال وندعو بعضنا إلى السلم. لكن إن أبوا إلا القتال ماذا عسى أن يكون موقفي؟ لأبادلنهم العدوان الأول بالعدوان الصاد. هم عملهم ما هو قتل، لأنهم بادئون. عمل رسول الله مقاتلة، لأنه عبارة عن مدافعة. نعم، هذا شيء واضح جدا في الدلالة على هذا المعنى. والإمام الشافعي طبعا هو إمام في اللغة قبل أن يكون إماما في الفقه، وقالت العرب إن كلام الإمام الشافعي يحتج به في كتب النحو، في كتب النحو. يعني شعره ولا شعر يحتج به، بل كلامه يحتج به، لأنه ليس من المولدين، هو من القدامى من العرب الأفذاذ. يقول الإمام الشافعي فيما يرويه البيهقي عنه: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. شوف الكلام الدقيق: ليس القتال من القتل بسبيل، يعني كلمة القتال والقتل مو بمعنى واحد. قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. قتال من يحل؟ الذي جاء ليهاجمك، جاء ليعتدي عليك. مواجهة عدوانه بعدوان المسلم جائز ولا لا؟ شو اسمها هي؟ مقاتلة. لكن لا يحل قتله، قاعد نايم ومستريح تروح تقتله، لا يحل قتله. هذا كلام من؟ كلام الإمام الشافعي. وهنا كلام أيضا طويل للكرماني ولابن حجر، نقلته بنصه. كل ذلك يعمق الفرق بين القتال والقتل. نقرأ نص كلام الكرماني جوابا عن سؤال: سئل الكرماني عن حكم تارك الزكاة، وأجاب بأن حكم تارك الزكاة والصلاة واحد لاشتراكهما في الغاية، وكأنه أراد في المقاتلة حكمهما واحد في المقاتلة لا في القتل. ثم قال: والفرق أن الممتنع عن إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا، نأخذها منه قهرا ولا داعي إلى القتل، بخلاف الصلاة فإن انتهى إلى نصب القتال. صاحب المال نصب قتالا من أجل أن لا نأخذ ماله
قتل، وهذا هو القتال المشروع، قتل مثل كلام النبي في صلح الحديبية. وبهذه الصورة قاتل، ما القتل، قاتل الصديق مانعين زكاة، ولم يؤثر أو ينقل أنه قتل أحدا منهم ابتداء أو صبرا. لاحظين الفرق؟ يعني مثلا ساعي سيدنا أبو بكر يذهب ويقول هاته الزكاة، بيقول لا ما أعطيك، يعني بيقتحم بيته بياخذ الزكاة. إذا هذاك سكت انحلت المشكلة، وإذا إجا صاحب المال وقف بين الرجل وبين الشياه، وإذا رفع السلاح ليقاتل، ساعتها ساعي الزكاة شو بيساوي بقى؟ بقاتله. هون ساعي زكاة قاتل أم قتل؟ قاتل. هذا كلام العلماء. ولم ينقل ولم يؤثر أن سيدنا أبا بكر قتل مانعا الزكاة رأسا. وقال له هات الزكاة تبعك، قال له لا يا سيدي ما بدفعها، قال له خذ لك، طالع المسدس شهر وقتله مثلا. هل فعل هذا؟ طبعا المسدس يعني سيف مثلا أو رمح أو سهم أو نحو ذلك. هل فعل هذا أبو بكر أو سعاته؟ ما فعلوا هذا، لأن هذا قتل وهذا غير جائز. لكن عندما يقوم صاحب المال ليستعمل القوة في منع الساعي من أجل أخذ الزكاة، عندئذ يواجه الساعي القوة بقوة، وهذا ماذا يسمى؟ مقاتلة. كلام واضح أيها الإخوة، وضوحا نيرا. الآن نعود إلى حديث رسول الله عندما قال أمرت أن أقاتل الناس. أظن أننا جميعا فهمنا، أي أنا مكلف أن أدعو إلى الله كما أنني مكلف بأن أجلب الزكاة أيضا من الناس. فإذا تركني الناس وأنا أدعو ولم يقاوموني، لهم أن يؤمنوا ولهم أن لا يؤمنوا، واستفلوا سأظل أدعو. لكن إذا واجهني أحد منهم بصد، تعبير القرآن الذين صدوا عن سبيل الله منعوني بالقوة، فعندئذ أمرت أن أقابل منعهم بالقوة بمنع أيضا بالقوة. هكذا أمرني الله عز وجل، إذا صدوا عن سبيل الله بقوة فلا بد أن أواجه قوتهم بقوة مثلها، ولا بد أن أقاتلهم تماما كما قال يوم صلح الحديبية لبديل بن ورقاء، تماما نفس الكلام. هل هذا الحديث بهذا المعنى الواضح يتناقض مع قولنا أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون طوعية؟ في كل الانسجام، دعوة طوعية. وانت يا اخي بتحب تسمع اهلا وسهلا فيك، ما بتحب تسمع جهنم واسعة جدا يوم القيامة والله يحاسب. لكن اذا اردت ان تقف في طريقي وتمنعني من ابلاغ رسالات الله، وتسكت فمي من تعريف الناس بالاسلام، معنى ذلك انك تستعمل القوة لصدي. فانظر إذا وجدت نفسي قادرا أن أقابل قوتك التي تعتدي علي بها بقوة مثلها، فإن الله أمرني أن أقابل قوتك بقوة مثلها وأمرني أن أقاتلك، لا إشكال في هذا أبدا. هذا هو تفسير من؟ تفسير الرأي الثاني، الفريق الثاني من الرأي الثاني اللي هو رأي الجمهور. قالوا طيب الحديث فهمناه، قالوا طيب الحديث فهم تمام تمام، والآية يقول الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموه وخذوه واحصروه واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الباري يأمرنا إذا انسلخت الأشهر الحرم أن نبدأ فنقتل، ما القاتل، فنقتل المشركين حيث وجدناهم
وجعل غاية ذلك التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. يعني نحن مكلفون أن نحملهم حملا على الإسلام من كفر، لا من أجل أنهم يحاربوننا. ماذا تقول في هذه الآية؟ قال العلماء أيها الإخوة، أصحاب الرأي الثاني، الفريق الثاني من الرأي الثاني، قالوا هذه الآية غاية ما تدل عليه أنه إذا انسلخ الأشهر الحرم ينبغي أن نقتل المشركين من أهل مكة، للحراب لأنهم يحاربوننا، أم للكفر؟ هذا شيء مسكوت عنه، مسكوت عنه. قال صحيح مسكوت عنه، بس ما قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، دل هذا على أن السبب هو كفرهم. قالوا لا، هن إذا تابوا ولو كانوا محاربين نتركهم. هل لما نقاتلهم لأنه محاربين؟ قالوا أشهد أن لا إله إلا الله، وتابوا دخل الإسلام، الحرابة شو صار فيها؟ زالت. فنحن نتركهم، تركناهم، قد يكون تركنا لهم لأنهم تركوا الحرابة، وطبعا دخولهم في الإسلام ترك للحرابة وزيادة. طيب قالوا شو، ما هي دليلك، ما هو دليلكم؟ قالوا دليل الآية التي بعدها مباشرة. ما هي الآية التي بعدها؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. شوف الآية شو تحمل. إذا طرق باب بلدتك مشرك يريد أن يدخل يسمع كلام الله ينظر إلى الإسلام ما هو، دخل وأجره حتى يسمع كلام الله. طيب دخل وسمع كلام الله وما عجبه الدين وما بده الدين، قال يلا بخاطركم بدي ارجع، موت له ولا شو مسوي فيه. الآية ماذا تقول؟ ثم أبلغه مأمنه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. أي إذا رفض أن يدخل الإسلام لا تقتله، بقي مشركا لا تقتله، مو بس كمان تتركه، لا كمان انت مكلف انه تمشيك تحميل حتى يصل للمكان الذي يطمئن فيه. لو كان القتال بالنسبة للكافرين واجبا لكفرهم، ولو كانت الدعوة إرغاما وإجبارا، ودخل هذا فيما بيننا وسمع الإسلام والتفت وقال يلا ما عجبني وتبع، شو كنا نساوي فيه؟ لازم نقتله. طيب بينما يقول الله سبحانه وتعالى غير ذلك، وهذه الآية تأتي بعد تلك مباشرة. قالوا ايه طيب بلكي الآية الثانية منسوخة بالأولانية. طب هذا كلام فيه كتير 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 تمحل، انه نجعل الآية الثانية آية منسوخة بالأولانية، لك الأولانية بتنسخ ولا الثانية بتنسخ؟ خلاصة هنالك من قال انه لا، هي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره يمكن منسوخة بآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم، قال منسوخة. اقرأ بعد ذلك ماذا يقول الله، آيات مو آية واحدة كلها تؤكد معنى قوله وإن أحد من المشركين استجارك. يقول الله عز وجل ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ماذا تقول هذه الآية؟ تبين حيثية القتل. لماذا؟ ألا تقاتلون قوما، شو سيقولون؟ نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، إذن السبب حرابي واضح بنص كلام الله عز وجل. قول كمان هاي منسوخة، لكن هاي جاي بعدين هاي. نعم. ماذا تصنع بقول الله تعالى وهي من أواخر ما نزل، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن اتضح أن آية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فيما ذهب إليه الجمهور في رأي آخر ضعيف كما قلنا، فيما ذهب إليه الجمهور لم تنسخ
الدعوة الطوعية أبدا، بل هي تعني وجوب مقاتلة الكافرين المحاربين. وبقية الأدلة على هذا ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.